محمد عبد الزهرة، تمثيل صالح الوائلي، تأليف علي الصمت. بالنسبة لي يذكر عادة الشباب اللي واعتبره عرس ثقافي، وبارك الله بالشباب المحسنين به، وخاصة غلاء الصفراني والشباب الآخرين، وإن شاء الله يبدعون رغم أنه عندهم مسرحية جميلة تذكارية. ديوان اللي سكة وحقيبة السفر طلع 2010، ديوانين، واحد مطبوع وواحد ينتظر الطباعة حاليا نضدوه، اسمه عشق صوفي، وكتاب آخر رقم 19 الفرات الأوسط تاريخ وشعراء، ينتظر طبعا إن شاء الله. يحتفي اليوم ملتقى الأمل الثقافي بالشاعر الكبير زهير هادي الرميثي على ما ألفه وأنجز من منجزات ومؤلفات تحاكي واقع حال الشعر وواقع حال المدينة، أغلبها تحاكي واقع الحرمان والفقر في العراق والواقع السياسي والواقع العشائري. أحد الشخصيات اللي نعتز بها بمدينتنا مدينة الرميثة، وإن شاء الله راح نحتفي ببعض الشخصيات أو الشعراء المغيبين اللي ما مسلط عليهم الضوء، نعتبرهم مظلومين إعلاميا إحنا، وإحنا ملتقانا هدفه هو يسلط الضوء على هيك طاقات ورموز نفتخر بها. زهير هادي كبيرنا وبوابة الدارمي في محافظة المثنى.